احتفل معكم اليوم بيوم العالمي لرياضة الأعمال. الرياضة لقب نطلقه على كل شخص انطلق في مجاله بشكل مميز ومبتكر. كلنا رياضيين، وكل شخص تصور انه مو رياضي انت فقط لم تكتشف تميزك. الرياضة تميز، والتميز بصمة انعطت لكل شخص فيه. ابحث عن تميزك، اطلقه لتحقيق الفرق. والآن أمرر الكرة لصحيح.